بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 24، كتاب الفرائض، وفيه 5 أبواب. والفرائض جمع فريضة، وهي من الفرض بمعنى التقدير، لأن المواريث سهمان مقدرة، فالفرائض علم على علم المواريث، علم على علم المواريث. أما نقول علم الفرائض يعني علم المواريث، بمعنى التقدير، الأمور المقدرة بالشرع الشريف، لأن المواريث أسهم مقدرة، ده يأخذ الثمن، ده يأخذ الربع، ده يأخذ السدس، ده يأخذ الثلث، ده يأخذ النصف، وهكذا. فلأنها مقدرة، فالفريضة جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير. الباب الأول، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه، الحديث 25 بعد 204,000. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. فدل على أن من موانع الإرث اختلاف الدين. يبقى عندنا موانع الإرث إيه؟ اختلاف الدين. فالمسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم. لماذا؟ لاختلاف الدين. العلة اختلاف الدين. يعني لو تزوج رجل امرأة مسيحية، مسلم تزوج مسيحية فماتت لا يرثها، وأولادها لا يرثوها، لأن أولادها يطلعوا مسلمين تبعا لأبيهم، وأمهم ليست مسلمة، يبقى لا يرث أمهم. طب مين اللي يرثها؟ أهلها المسيحيين، أبوها وأمها وأخواتها، لو كان لها أهل مسيحيين. واضح؟ ولو مات هو الرجل الزوج المسلم، هي لا ترثه أيضا. في مذهب عن الصحابة، وإن كان غير معمول به، الجمهور على خلافه، أن المسلم يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم، على اعتقاد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن هذا الحديث يرد عليهم، وبالتالي هذا مذهب مهجور. كان يرى بعض الصحابة أن المسلم ممكن يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم. واضح؟ ولكن هذا المذهب مهجور بدليل هذا الحديث. فالجمهور على عدم جواز إرث المسلم من الكافر أو الكافر من المسلم، هذا في الكافر الأصلي. طب الكافر الغير أصلي اللي هو المرتد، المرتد يسموه الكافر الغير أصلي، مسلم وارتد، نعمل إيه في الإرث بتاعه؟ واضح؟ الجمهور على عدم
جواز وراثة ماله للمسلمين، أقارب المسلمين يرثون ماله، لأنه المرتد صار كافرا، فلا فرق بينه وبين الأصل، حكمه حكم الكافر الأصل. ده عند الجمهور. أما الأحناف فلهم تفصيل. الأحناف لهم رأي أنه يرثه الورثة، في قول عند الأحناف كده، يرثه ورثته. أما الكافر الأصلي فلا، يرثه المسلم. أما المرتد فيرثه ورثته. واضح؟ ده قول عند الأحناف. القول الثاني يرث ما اكتسبه قبل ردته، وما كسبه من مال بعد ردته فلبيت مال المسلمين. ده القول الثاني، ده في المرتد. فهمت؟ يبقى عندنا كافر اصلي حكمه خلاص، خلصنا منه، المسلم لا يرث وهو لا يرث المسلم. طيب المرتد فيه الخلاف. الجمهور اللي هم المالكيه والشافعيه والحنابله زي الكافر الاصلي، والاحناف رايهم، انا اميل لراي الاحناف بالرغم من الشافعي في القول الثاني منهم، ان ما ورثه في حال اسلامه يرثه اقاربه واولاده. كويس؟ كالايه؟ كالارث. وما ورثه وما اكتسبه بعد ردته فلبيت مال المسلمين. يعني هو عندما مثلا ارتد وعاش بعد ردته 10 سنوات، فاكتسب مالا بعد العشر سنوات دي هذا المال لبيت مال المسلمين. طب والمال الذي اكتسبه قبل هذه 10 سنوات قبل ردته كان مسلما، يبقى يرثوه أولاده، لأنه ممكن يكون أولاده ساعدوه في كسب هذا المال في حال إسلامه، وزوجته ساعدته في كسب هذا المال في حال إسلامه، يبقى ليهم حظ فيه. فرأي الأحناف في هذه المسألة أنا أميل إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن رأي الجمهور على الاحتياط، قائم على الاحتياط والورع، وهو أيضا فيه احتياط لطيف. يبقى الورع يقول لك اختلط الحلال بالحرام، ابعد عنه واخلص، فماشيين على كده. الاحناف غلب عليهم الفقه في المساله، قال لهم بس فيه جزء اكتسبه حال اسلامه. فهم؟ والله تعالى اعلى واعلم. النقطه الثالثه في المساله، الكفار يختلفون في الملل، فهل تعامل كل مله معامله منفصله، ولا كل ما خالف الاسلام مله واحده؟ بحيث أن اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث البوذي، والبوذي يرث الهندوسي، على أساس كل ما خالف الإسلام فهو إيه؟ كفر، والكفر ملة واحدة، ولا الكفر ملل مختلفة؟ هذه أيضا مذهب الشافعية والأحناف ومن وافقهم، قالوا أن الكفر كله ملة واحدة، يبقى يورثوا بعض. واحد يهودي متجوز مسيحية يورثوا بعض، مسيحية اتجوزت هندوسي يورثوا بعض، ملناش دعوة. بوذي اتجوز سيخي من السيخ يورثوا بعض، ملناش دعوة. او كل الكفر ايه؟ ملة واحدة. كويس؟ والمالكية ومن وافقهم قالوا لا، ملل مختلفة، لا يتوارث ملتان دينان، في حديث كده لا يتوارث ملتان او دينان. فالشافعية والاحناف قالوا كل ما خالف الاسلام ملة واحدة كفر، كفر كله ملة واحدة، هم كلهم هيتجمعوا في جهنم، خلاص مالناش دعوة. يبقى ايه؟ يبقى يورثوا بعض، زيتهم في دقيقهم ويعملوا فطيرة. لكن المالكية قالوا لا، الكفر ملل مختلف، وبالتالي كل ملة تعامل معاملة دين منفصل، ويبقى لا يتوارث دينان. فالمسيحي ما يورث اليهودي، واليهودي ما يورث المسيحي، والبوذي ما يورث الهندوسي، والهندوسي ما يورث المجوسي، وهكذا. فهمت المسألة؟ يبقى عرفنا مانع مهم من موانع الارث، وهو اختلاف الدين، مش كده برضه؟ المانع الثاني من اختلاف الارث من موانع الارث ايه؟ القتل. القتل، فالقاتل لا يرث،
لو واحد قتل أبيه لا يرثه، لأن من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة كده، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فده استعجل فقتل أبوه عشان يورثه، مش مستني لما أبوه يموت الموتة العادية بتاعته بأجله، لا هو تعجل فقتله، يبقى نعاقبه بإيه؟ بحرمان نصيبه. يبقى القتل يمنع من الإرث. والحاجة الثالثة الرق، فالرقيق لا يرث الحر والحر لا يرث الرقيق. يبقى عندنا موانع الإرث ثلاثة، اختلاف الدين والقتل والرق. سهلة. وأسباب الإرث ثلاثة برضه بالإجماع يعني، وبعد كده ما زاد فيه خلاف تفاصيل. أسباب الإرث النسب والنكاح والولاء. النسب والنكاح يعني الزواج والولاء. النسب يعني القرابة، الأب والابن أو العم والأخت، دي قرابة سبب الإرث فيها النسب. طب والزوجة سبب الإرث فيها النكاح. كويس. والولاء مش موجود دلوقتي، لأن الولاء ده ولاء بالعتق، ولاء العتق سبب من أسباب الإرث. يعني أنا كان عندي عبد أملكه فأعتقته، فصار الولاء لمن أعتق، فصار بيني وبينه ولاء عتق. الولد اللي أنا أعتقته ده كبر وبقى رجل أعمال كبير واشتغل بقى وبقى عنده مليارات، ولكن لم ينجب أو لم يتزوج ومات، أنا أرثه على طول. سبب الإرث هنا الولاء. أو العكس، أنا ماليش أولاد وليس لي أي قرابة فمت يرثني هو، سبب الإرث إيه؟ الولاء. فاهم؟ يبقى أسباب الإرث ثلاثة، النسب والنكاح والولاء. الولاء مش موجود في زماننا ده لاختفاء العتق، الرتق ما بقاش في رق. يبقى أسباب الإرث الآن في زماننا اتنين بس، النكاح والإيه؟ والنسب. والولاء خلاص ايه انتهى في زماننا لانتهاء الرق. لو عاد الرق مرة اخرى هيرجع تاني. باب الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والاولى هنا جاية من ايه؟ من الولي وهو القرابة، اقرب يعني، مش الايه، مش الاولى يعني. فلأولى يعني لاقرب رجل. يعني احنا بيجي في الارث نقسمه على حسب القسمة الشرعية اللي جاءت في الايات القرآنية. تبقى بعد القسمة شيء، يوم ياخده مين؟ اولى اقرب عصبة ذكر. فالذكورة التعصيب يشترط فيه الذكور. واضح؟ يعني مثلا مات وترك اما وبنتا، فالأم هتاخد إيه؟ تاخد السدس، والبنت تاخد النصف، كده سدس ونص، يبقى تلتين الإرث خلص. طب باقي تلت يروح لمين؟ لأقرب عصبة ذكر. نشوف البنت دي ليها إيه؟ ليها عم عايش نديه. طب ليها عم شقيق وعم غير شقيق، الشقيق يقدم يحجب غير الشقيق. طب ملهاش عم، ندور على ابناء اعمامها الذكور يورثوها ياخدوا التلت. فهمت ازاي؟ او ليها مثلا اعمام اشقاء وغير عمات، ملهاش اعمام ليها عمات، يعني ايه؟ عمات بس. والعمات يعملوا ايه؟ هيعصبوها ولا ما يعصبوهاش؟ هنا بقى هيبقى ايه؟ يحصل الخلاف. بعضهم يقول لك ايه؟ ندي للذكور من ابناء العمات، لان التعصيب يشترط فيها الذكوره. وبعض العلماء يقول لك لا، ندي للعمه بقى تعصبها وخلاص، لان من خلال اولادها الذكور هيعصبوها، فهو يقول الى اولادها الذكور.
يعني مواضيع الإرث فيها اجتهاد كبير بين العلماء. فهمت المسألة دي؟ لكن سبب من ايه التعصيب ياخد الباقي، العصبة ياخد ما يتبقى من الفرائض. فهمت بقى المسألة؟ ادي العصبة. المسألة العمرية مثلا بتاع سيدنا عمر بن الخطاب المعروف، ماتت امرأة وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب. الزوج ياخد ايه؟ النصف. خلاص، امرأة ماتت تركت زوجا وأم، الأخ الزوج ياخد النصف، الأم تاخد السدس. يبقى كده عندنا خلصنا تلتين الإرث، ما هو نص زائد سدس يساوي تلتين، مش كده برضو؟ باقي تلت الإرث ياخدوه الإخوة لأم من أصحاب الفروض، مش كده برضو؟ أصحاب الفروض لو كانوا أكتر من واحد فهم شركاء في الثلث، الآية كده. طب ما كده يبقى استغرقت إيه؟ الأصحاب الفروض التركة. طب والإخوة لأب يروحوا فين؟ ما خدوش حاجة. فهمت؟ فراحوا لسيدنا عمر يشتكون، قالوا إذا كان الإخوة لأم ياخدوا، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا، يعني أنت خليت أبونا ده ملوش وجود يعني؟ يعني خليت الأم ليها اعتبار، فالإخوة لأم يورثوا والإخوة لأب ما يورثوش. فهمت؟ راحوا يشتكوا لسيدنا عمر، فسيدنا عمر لقى فعلا إن دول استغرقوا إيه؟ الفروض، مفيش باقي حاجة. فحلها بإزاي سيدنا عمر؟ أشرك الإخوة لأم مع الإخوة لأب في الثلث، قال لهم خلاص دخلهم مع بعض ما تتخانقوش. ليه؟ لأن هؤلاء يدلوا للميت بإيه من جهة الأم، والتانيين يدلوا للميت من جهة الأب، فهم متساويين في نوع تساوي بينهم، فسموها المسألة العمرية، أو سموها برضو المنبرية، وسموها الحجرية. فهمت إزاي؟ يبقى مواضيع الإرث بيحصل فيها اجتهاد كبير بين العلماء بسبب كثرة مسائل. أيوة اتفضل. ما لا مش اقرب ولا حاجه، هما ده يعني اخويا الامي، اخويا واخويا من جهه ابويا، الاقرب اللي هما الاخوه الاشقاء اللي جايين من الاب والام بقى. فهمتني ازاي؟ جاي لي من جهتين، يبقى ده اقرب ليا من اللي جاي لي من جهه واحده. فهمتني؟ اصل الايه بتقول ايه؟ وان كان رجل يورث كلاله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، ويوصل الاخوه هنا الام، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الايه بتقول كده. فانا عندي الاخوه لام واخدين التلت، والزوج خد النص، والام خدت السدس، خلصت التركه، فالاخوه لاب طلعوا مش باقي لهم حاجه ياخدوها. فهمتني بقى المساله؟ فدي المساله اللي حصلت قدام سيدنا عمر، وايه حكم بان الاخوه لام يرثوا مع الإخوة لأب، يبقوا كلهم شركاء في إيه؟ في الثلث. فهمت المسألة؟ لا مش مخالفة، هو يعني شعر بإيه؟ بحكمة النص القرآني، إن دول ورثوا لأن يدلون إليها من جهة الأم. طب ودول ما هم بيدلوا إليها برضه من جهة الأب. فنفس الإدلاء واحد. فهمتني إزاي؟ العلة واحدة في الإرث في الاثنين. فراح إيه؟ راح ورثهم على طول. فهمت المسألة؟ المهم هنا باب الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب وليه ندي العصب الذكورة؟ لأن تملي الذكر عليه نفقات كثيرة، إنما المرأة ليست عليها نفقات، يعني الغرامات اللي بتحصل يدفعها الذكور، الدية يدفعها الذكور، وجوب النفقة على الأزواج وعلى الفقراء من الأقارب يدفعها الذكور، وفوق ده كله بينفق على نفسه. انما المرأة تاخد مالها تحطه في البنك، مالهاش دعوة بحاجة، جوزها بيصرف عليها، ولو كبرت عيالها يصرفوا عليه وانتهى، ففلوسها بتحوش مش واجب عليها نفق. ولو حصل حتى دية وقتل خطأ النساء ما يساهموش فيه، اي غرامة النساء ما تدفعش فيه، الرجالة بس هم اللي بيدفعوا. فطالما الرجالة اللي عليهم الغرامات الكتيرة وعليهم المسؤوليات الكثيرة
يبقى من باب ايه؟ من باب العدل ان هم ياخدوا اكتر من ايه؟ من المرأة، وليس من باب التمييز العنصري يعني الجنسي، لا، من باب التكاليف. وعن أبي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. أصل أولى ممكن تفهمها أحق، مش كده برضو؟ لكن هنا أولى بما جاية من الولي وهو القرابة، يعني أقرب رجل ذكر. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أبي قال وحدثني محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. باب ميراث الكلالة، يعني إيه الكلالة؟ إذا مات مسلم ولم يترك أصل وارث ولا فرع وارث، لم يترك أب ولا أم ولا ولم يترك إيه؟ أبناء ولا أحفاد، يبقى ده اسمه كلالة. يبقى الكلالة اللي إيه؟ من لم يترك أصلا وارثا ولا فرعا وارثا، والأصل هم الآباء والأمهات وإن علوا، والإيه؟ والفروع هم الأبناء والبنات وإن سفلوا، يعني الأحفاد. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد. ففي المسألة العمرية كانت كلالة، عشان كده الإخوة لأم ورثوا، المسألة العمرية كانت كلالة، ماتت وتركت إيه؟ زوج وأم. خد بالك، زوج وإيه؟ وأم. الأم هنا ما بتاخدش كل حاجة، عارف؟ لو كانت ماتت وتركت زوج وأب، كان الزوج ياخد النص والأب ياخد النص ومع السلامة. فهمت إزاي؟ سهل. لكن الأم ما بتاخدش أكتر من السدس، ما بتاخدش الباقي، ما بتعصبش. فلما تبقى بقت كلالة، فالباقي بقى كلالة في المسألة العمرية. فهمت بقى؟ لكن لو كانت بدل ما تركت أم تركت أب، كان الأب إيه؟ خد كله، خد كله وخلاص انتهينا. يعني يبقى إيه؟ الإرث مناصفة بين الزوج والأب، الزوج ياخد النص والأب ياخد النص. لكن لما تركت أم، الأم خدت السدس. لأن ليه خدت السدس الأم ما خدتش الثلث؟ لأن ليها إخوة لأم، فالإخوة حجبوا الأم حجب نقصان. ما هو الحجب نوعين، حجب حرمان وحجب نقصان، مش كده برضو؟ فالإخوة حجبوا الأم حجب إيه؟ نقصان، فأنقصوها من الثلث إلى السدس. مش ربنا يقول إن كان له إخوة فلأمه السدس؟ مش كده؟ إن كان له إخوة فلأمه السدس، فحجبت الأم من الثلث إلى السدس بسبب وجود الإخوة. فهمت؟ طب لما حجبت وصارت لها سدس والزوج أخذ النصف، تبقى شيء، فالباقي ده دخل فيه الكلالة بقى. فهمت بقى ازاي؟ فدنا للإخوة لأم، وجسدنا عمر أشرك معهم الإخوة لأم. فهمت المسألة؟ باب ميراث الكلالة. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين
فأغمي علي، فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. وده التبرك بأثار الصالحين والشفاء بأثره. النبي توضأ وخد الماء اللي نزل من أعضائه وإيه وصبه على سيدنا جابر وهو مغمى عليه فأفاق. قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ يعني أعمل إيه في المال اللي أنا حسيبه؟ يعني عايز يوصي يعني. يبدو أن آيات المواريث ما كانتش لسه نزلت. فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي في آخر سورة النساء. الكلالة اللي في أول السورة اللي ذكرت كانت المقصود بها الإخوة لإيه؟ لأم. والكلالة اللي ذكرت في آخر السورة فهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. واضح؟ يسموها آية الصيف، آية اللي نزلت في الصيف، يقول لك آية الكلالة التي نزلت في الصيف. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل، يعني مغمى علي، يعني لا أعقل يعني مغمى علي، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت. فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت آية الميراث. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت يعني أفقت. فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، يعني أنا ماليش أولاد وأبي ميت، أدي معنى يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت، يعني بيسألوا هي الآية دي يعني. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير. فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش، ده كلام سيدنا عمر بقى، وإني إن أعش ده كلام سيدنا عمر، يعني كلام النبي خلص خلاص في آخر سورة النساء. سيدنا عمر بقى بيقول وإني إن أعش
أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني هيبقى ليه اجتهاد يعني، والاجتهاد بتاعته في المسألة العمرية اللي احنا قلنا لكم. وعن أبي قال وحدثنا، وذي النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يقول له كل السور حتى يترك للأمة القدرة على الاستنباط، لأن تعبدنا بالاستنباط، تعبدنا الله بالاستنباط من ايه؟ من نصوص الشرع المجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يوضح له كل الصور، ولكن كأنه أشار إليه الآية واستنبط منها يا عمر، فهمت بقى؟ كأنه بيقول له كده استنبط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن الاستنباط متعبد بيدي الأمة، أن تستنبط الأحكام من النصوص كلما وقعت الوقائع واستجدت الأحداث. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب آخر آية أنزلت آية الكلالة، يعني آخر آية أنزلت في المواريث، مش آخر آية أنزلت مطلقا يعني، في أحكام المواريث يسموها ايه؟ آخرية إضافية، يعني مش آخرية مطلقة، يقول لك آخرية إضافية، إنما الآخرية المطلقة آخر آية مطلقة نزلت اللي في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم، دي آخر آية مطلقة، إنما هي آخرية إضافية. آخر آية أنزلت آية الكلالة، أي آخر آية في المواريث، في أحكام المواريث، هذه معنى الآخرية الإيه؟ الإضافية. وعن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال. زي ما قلت لك، لو واحد مش فاهم حكاية الآخرية الإضافية يفتكر إن دي آخر آية أنزلت من القرآن مطلقا، فلازم يعرف إن دي آخر آية في المواريث، يبقى يقصد آخرية إضافية وليست آخرية حقيقية مطلقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة، يعني آخر سورة أنزلت في إيه؟ في فتح المنافقين. دي برضه آخرية تانية إضافية، فهمت؟ لأن آخر سورة أنزلت كانت إيه؟ سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وآخر آية أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي في الأحكام، فتمت بها الأحكام. وآخر آية أنزلت مطلقا واتقوا يوما ترجعون، شوف آخر آية تجاوب فيها كذا إجابة. يعني لما يسألك في الامتحان الشفوي إيه يا ابني آخر آية أنزلت في القرآن، تقول له آخر آية أنزلت مطلقا التي في سورة البقرة، وآخر آية أنزلت في المواريث التي في آخر سورة النساء، وآخر آية إيه في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما تجاوب كده الشيخ يفرح بيك فرحة، يقلع العمامة بتاعته ويلبسها لك خلاص، لانك فاهم ايه كل حاجه، لانك ايه متابع كل الاحاديث، فهمت؟ لانك لو قلت اجابه واحده هينقضك احاديث تانية، فانت كده ايه يعني فهمت كل الاحاديث المتعلقه باخر ايه. ولو سالك ايه اخر سوره نزلت في القران غير اخر ايه بقى، اخر سوره، هتقول له اخر سوره مطلقا سورة إذا جاء نصر الفتح، وآخر سورة نزلت في فتح المنافقين سورة براءة، لأننا بيقول لك وآخر سورة براءة، يبقى أنت إيه تجيب له كل حاجة في وقتها. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة،
وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله، غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك ابن مغول عن أبي السفر عن البراء قال آخر آية أنزلت يستفتونك في الكلالة، قل إن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي آخر سورة النساء. باب من ترك مالا فلورثته. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حا قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. يبقى صلاة الجنازة أمر واجب أهو، فكانوا يأتوا بإيه بالميت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما يعرف ان عليه دين ولم يترك له اداء يقول لهم صلوا انتوا عليه، من باب ايه التغليظ على الانسان ان يستدين ولا يترك وفاء لدين حتى لا يتهاون الناس بالدين، تربية نبوية شديدة. مش حرموا من الصلاة عليه مطلقا، لا، لهم صلوا انتوا، لكن هو لم يصلي عليه عقوبة حتى يخاف اي انسان انه يترك دين، يعني يستدين ولا يترك وفاء للدين، لان الدين يستهين الناس به، فاهم، وياكلوا اموال الناس بعضهم ببعض عن طريق الدين، يروح يستدين وهو مش ناوي يأدي وبعدين يجي يموت. طب ثم كده الناس كده هتاكل اموالها بالباطل، فاراد النبي ان هو يربيه. فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح، يعني لما كثرت الأموال بقى عند النبي بسبب الفتوح خيبر وفدك وغيره وغيره، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. صلى الله عليه وسلم يبقى تحمل عن أمتي الديون صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلي فإلى العصبة من كان. العصبة هم الورثة يعني. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا، ضياعا يعني عيالا فقراء، يبقى ضياعا هنا يعني ضائعون، يعني عيال ضائعون لا يجدوا ما ينفقون عليه، دي معنى ضياعا يعني عيال فقراء، يبقى دي كلها من مسؤوليات الحاكم، دل على أن الحاكم مسؤول عن قضاء دين المدينين ممن مات، وأنه مسؤول أيضا على انه يرعى الايتام الذين لا عائل لهم، يعني لازم الدولة تتحمل هذا من اموال الدولة، فهمت بقى ازاي؟ دي من ضمن واجبات الحكام، وإلا هيحصل فساد شديد في البلد. وعن أبي قال
حدثنا عبيد الله بن معاذ محمد بن رافع. طب حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصابته من كان، اللي هم من يعني يرثوه من قرابته يعني. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي. كان زمان في حاجه اسمها ضريبه التركات، كانت بتتاخد ايه، كانت في ضريبه التركات زمان ولغوها دلوقتي الحمد لله، ودي كان خطا. ليه؟ لان الحكومه بتورث مع الورثه وده ما يصحش. فهمت ازاي؟ كانوا عملوا اسمها ضريبة التركات. انا ايام ما مات ابويا كان ضريبة التركات دي معمول بيه، واخد بالك؟ الحكومة ورثت اكتر مني انا، وانا ابنه الوحيد من ضريبة التركات، يعني خدوا من مال ابويا اكتر من اللي انا خدته. تصور ظلم بين. وانا كنت ساعتها محتاج انا المال ده جدا، لان انا كنت ساعتها بدرس وما عنديش عيادة وعايز مصاريف. ها؟ الغيت الغيت بعد 85، لان انا ابويا مات سنة 85. فكانت حر ونار في جتة الحكومة، واخد بالك؟ وعلشان كده تلاقي ايه، الحكومة لما تجمع اموال من الخطأ ربنا ما يباركش في الخزانة العامة للدولة، وبعدين بتتسرق بعد كده بقى عن طريق المقاولين وعن طريق بقى الحاجات. الحكومة يعني منهوبة الحكومة، لان هي اصلا برضو نهبة، فكما تدين وتدان، تنهب تتنهب، تبقى امين ربنا يحافظ لك على مالك. فلازم ناخد بالنا من الحكايه دي. او النبي بيقول اهو، وما ترك مالا فليؤثر بماله عصابته من كان. ما تتدخلش وما تخشش ايه في اموال الناس إيه وتاخد انت منهم نسبه بلا داعي يعني. وعن ابي قال الان معمول به، لا اتلغت بعد كده، بس بعد انا ما خسرت. وعن ابي قال، لكن ربنا عوضنا كثير الحمد لله. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي انه سمع ابا حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك مالا فلورثتي فللورثه، من ترك مالا فللورثه، ومن ترك كلا فالينا. والكل هنا العيال والدين، واخد بالك؟ مش النبي بيقول له تحمل الكل في الحديث، يحمل الكل يعني الايه، الضعاف والمديونين والاطفال وكده والعجزه، كل دول اسمه كل. ومن ترك كلا فالينا. وعن ابي قال وحدثني ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد، غير ان في حديث غندر ومن ترك كلا وليته يعني توليت أمره بالنفقة عليه ورعايته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على كتاب الهبات غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.